الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، ونعني بالولاية الخاصة أي الولاية القريبة كولاية الأبي على أولاده، وولاية الولي على الأيتام، ونعني بالولاية العامة ولاية الحاكم كولاية القاضي على الأوقاف أو على الأيتام والأرامل. فالولاية الخاصة أي الولاية القريبة أقوى من الولاية العامة أي الولاية البعيدة. فولاية الأبي على ابنته أقوى من ولاية الحاكم على ابنته، وبناء على ذلك فلا نفزع إلى الولاية العامة إلا إذا عدمنا الولاية الخاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فلم ينقلنا النبي صلى الله عليه وسلم للولاية العامة إلا بعد أن فقدنا الولاية الخاصة. ولذلك فروع: الفرع الأول ولي المرأة القريب أولى بولاية نكاحها من القاضي، لأن ولاية وليها قريبة خاصة، وولاية القاضي بعيدة عامة، والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. فلا يجوز للقاضي أن يعقد نكاح امرأة لها ولي غير عاضل لها. ومنها أيضا الولي الخاص له حق استيفاء القصاص أو إسقاطه إلى الدية، وليس ذلك للولي العام. فالقاضي لا حق له أن يتنازل عن القتلة، ولا حق له أن يطالب بالدية، لكن الولي الخاص ولي الدم له الحق أن يتنازل عن القتل وأن يطالب بالدية، أو أن يتنازل عن القود وعن الدية مجانا. فجاز في الولاية الخاصة ما لا يجوز في الولاية العامة. ومنها أيضا ولاية التأديب، إذا قام بها الولي الخاص فإن قيامه بها يكفينا عن قيام الولي العام بها. فإذا أدب الوالد ولده فلا يتدخل بينهما القاضي، وإذا أدب الزوج زوجته فلا يتدخل بينهما القاضي، وإذا أدب المعلم تلميذه فلا يتدخل بينهما المدير مثلا أو القاضي بالولاية العامة، ما لم يخرج من له حق التأديب بالولاية الخاصة عن حد الاعتدال في التأديب. فمتى ما تجاوز حده في التأديب فليتدخل الولي العام ليمنع هذا التجاوز والعدوان والتسلط، وإلا فالأصل أن يترك الولي الخاص يؤدب من له حق تأديبه. ولو أنني سألتكم سؤالا وقلت: من المحرم في السفر، الولي الخاص ولا الولي العام؟ الولي الخاص، لأنها أقوى. فالسلطان وإن كان وليا للمرأة إلا أنه ولي لا يحل له أن يخلو بها بسبب ولايته
ولا أن يسافر معها. وأما الولي الخاص بالولاية القريبة فله كل ذلك، فللولي الخاص أن يخلو بموليته وأن يسافر معها. ولو سألتكم وقلت من الذي له حق النظر للمرأة، الولي الخاص ولا الولي العام؟ الولي الخاص، فلا حق للسلطان أن ينظر إلى المرأة ويقول أنا وليك يا ابنتي، لأنها سترد عليه وتقول أنت وليي ولكن بالولاية العامة، وأما أبي أو زوجي أو ولدي أو أخي فهو ولي بالولاية الخاصة، ويجوز في الولاية الخاصة ما لا يجوز في الولاية العامة. أفهمتم القاعدة؟ والله أعلم.